وإذا الوحدة فينا تبصير تدور أي نوع من أنواع التجميل لجمال العين، ما يخلى المكان من الرموش الصناعية. نشوفها موجودة بأشكال مختلفة وحتى أحجام مختلفة، واليوم حتى قام شيء منها يستوي نفس لون ريش الطاووس بألوان المختلفة وحتى مرات بنفس الطول. ما عندنا خلاف على الجمال، وخلنا نقول كل شيء جديد يا في الجمال، ولكن خلونا نعرف هل لها أي أبعاد صحية تأثر على جمال العين؟ نعم، بداية في المكون الأساسي للرموش الصناعية، طبعا البلاستيك يكون من أهم المكونات فيها. عشان كذي من الأهمية أن احنا نسأل عن نوعية المكون لهذه الرموش، هل هي رموش طبيعية أم أن فيها كمية كبيرة من البلاستيك، وما نحاول ندور الرخيص منها أو نحاول ناخذ الكمية اللي بدأت تنتهي صلاحيتها. حاولوا دائما تضمنون تأخذون هاي المنتجات من المحلات اللي عندها مخازن مبردة، أو حتى المكان اللي يعرضون فيه هذه الرموش تكون درجة حرارة الغرفة جيدة وما تكون حارة ولا فيها أي نوع من الرطوبة. ونحاول قدر الإمكان ناخذ المنتجات المعروفة، ممكن يكون سعرها أغلى ولكن بتحمون عينكم أنه ما يستوي أي تفاعل غير إيجابي مع مكون عينكم، سواء الدموع أو حتى حدود الرموش. ويوم بتون تستخدمون هالرموش لازم تبون الصمغ أو الجلو مثل ما يسمونه، وهذا الجلو لازم تعاملونه نفس تعامل أدوات التجميل من الكريمات والمرطبات، يعني لازم يكون في الثلاجة أو الغرفة دائما تكون درجتها أقل من 24 درجة، تكون موجودة في الثلاجة، ومتى ما بغينا نستخدمها نستخدمها وردها مرة ثانية. وذكركم أن كل مرة نفتح فيها أي علبة لأي مادة من أدوات التجميل نكتب بالفلماستر التاريخ اللي احنا فتحناها فيه، عشان من الأهمية أن احنا ما نستخدمها أكثر من 6 شهور أو إذا في تعليمات ثانية عليها. وممنوع تماما أن الوحدة ترقد بالرموش الصناعية، هذا كله يسرع التفاعل ويعطي هاي المادة الكيماوية فرصة أكبر أنها تكون على احتكاك بالعين، وحتى ممكن تؤدي إلى الالتهاب. وعادي ينبتون الشلون هذه الرموش الصناعية، أضمن أنكم تستخدمون المادة المزيلة للرموش الموجودة دوم وياها، يعني مو بنفس مزيل المكياج العادي، وعطوا عيونكم فرصة كاملة عشان يترطب الجفن، واضمنوا أنكم يوم بتشلون هاي الرموش الصناعية تكونون برقة تامة أنكم ما تشلون أي رمشة من رموشكم الأصلية.